بسم الله. طيب ان شاء الله احنا هنتكلم كده، يعني المحاضره دي عباره عن 3 اجزاء. الجزء الاول بنتكلم كلام نظري عن مفهوم الفصل البلازما وايه اللي بيحصل وايه الراشونال اللي وراه. الصوت واضح يا دكتور عبد المولى كده مش كده؟ بس فاحنا ده اول جزء. الجزء الثاني هنتكلم عن الجايد لاينز، امتى نعمل فصل بلازما وامتى ما نعملش، ايه اللي ورا الكلام ده وايه الجايد لاينز اللي فيه. والجزء الثالث اللي هو البريسكريبشن، بقى ازاي نكتب بريسكريبشن لفصل البلازما او ايه اللي بنتابعه على الكبس وايه الحاجات البريكوشنز اللي نعرفها وناخد بالنا منها اثناء الكبس. فلو بدأنا كده الجزء الاول، احنا ان شاء الله كل جزء ممكن ياخد من 5 ل7 دقائق، وفي الاخر نتكلم في اي ديسكشن او لو حد عنده كومنتات ممكن نخليها للاخر. كلمة أفارسس أو بلازما أفارسس جاي من كلمة أفارسس، دي بالمعنى اللغوي إن إحنا نموف بارت فروم ذا هول، شلت حاجة من الجزء الكبير بتاعه. وبيشمل معنيين، يا إما نفصل الخلايا من الدم دي اسمها سايت أفارسس، أو نفصل البلازما نفسها من الدم دي اسمها بلازما أفارسس. دي ليها تطبيقات وليها لا تطبيقات. ابسط مثال للسايت فارسز العيان اللي هيتبرع مثلا بالصفائح، احنا هنشيل الصفائح بتاعته نعديها على الجهاز سايت فارسز، تفصل الصفائح ونتبرع بيها للمتبرع المناسب. السيرابيوتيك بقى ابلكيشنز، ممكن في حالات زي اللوكيميا بيكون عدد الخلايا البيضاء كتير جدا وعامل مشاكل وهكذا، بيستخدموا سيل ديكريزنج سيرابيز، أدوية ساعات كيماوية، أو يستخدموا السيتوفيرسس تفصل الوايت بلاد سيلز وترميها بحيث إن إحنا نحسن العقل. إحنا تطبيقاتنا إحنا في البلازما فيرسس إن إحنا بنستخدمها عشان نشيل الإيمونوجلوبيولينز أو بعض الحاجات زي ال LDL في حالات الفاميليا الهايبر كوليستيروليميا والكلام ده كله. كلمة ثيرابيوتيك بلازما اكستشينج معناها ايه؟ معناها ان انا جاية من معنى ان انا بشيل البلازما دي برميها وبعمل اكستشين ريبليسمنت بيه. فبعمل زمان والعادي واللي كنا متعودين عليه نعمل ريبليسمنت للبلازما، عشان كده اسمها بلازما اكستشينج. فكلمة بلازما فارسز معناها ان احنا نرمي البلازما هنعوض بايه؟ غالبا ببلازما، فدي بيسموها بلازما اكستشينج. طب ساعات احنا لا دلوقتي بنعوض بالبيومين، فمش بالضرورة كلمة بلازما اكستشينج تنطبق على الالبيومين، عشان كده كلمة بلازما فارسز اشمل يعني. وان احنا ساعات بنعوض مخصوص ببلازما، لازم نعوض ببلازما في بعض الامراض زي البي تي بي. في امراض تانية معظم الناس بقى بتشتغل دلوقتي بالبيومين، عشان هنشوف دلوقتي ايه الاحسن منه. وساعات الجزء من الريبليسمنت فلويد ده ممكن ادخل منه جزء سلاين لو انا عندي فيسكوسيتي عاليه في بعض الامراض بتاعه المالتيبل مايلوما، بدخل جزء البلازما او الالبومين وجزء تاني سلاين عشان اقلل الفيسكوزيتي شويه. التكنيك بتاعت فصل البلازما عندنا قسمين، حاجه تبعنا وحاجه مش تبعنا. اللي مش تبعنا عند دكاتره امراض الدم وبنك الدم اللي هي السنترفيوج تكنيك، ودي بيبقى دي زي فكره الفصل الخلايا، وهو نفس الجهاز الدم بيدخل فيه في درام كده او اسطوانه معينه بتلف حوالين نفسها، وحسب السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الكومبوننت بتاعت البلط كل جزء يبقى قاعد في حته. الجهاز هيلف كده الجزء اللي هو هنا ده رقم 1، فالدم يدخل من رقم 2 ويدخل في الدرام اللي في النص دي، فيبقى الار بي سيز والخلايا عشان السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها عاليه فتبقى مور بريفرال، والجزء السنترال اللي هي الحاجات الاخف اللي هي الفلويد البلازما. وبعد كده احنا ناخد بقى اللي احنا عايزينه، ناخد الار بي سيز، ناخد البليتلتس، ناخد البلازما، ونعوض للعين اللي احنا عايزينه او لو هو كان بيتبرع بايه بالخلايا. ودي صوره كده من جوه ان بيبقى الار بي سيز على الطرف خالص والبليتلتس في النص والبلازما في الايه في الجزء الداخلي، واحنا نسحبها بعد كده. ده كان زمان صعب شويه نشيل الدم نعالجه ونرجع الدم للعيان، وتبقى الدنيا فيها صعوبة وكده. لكن الأجهزة الجديدة زي الجهاز اللي فوق في المستشفى اسمه كوب سبيكترا، ده مشهور يعني، بيبقى حاجة اسمها كونتينوس فلو سيبريشن سيستم، هو كانيولا بتتركب ويتفرع منها فرعين زي الماركر كده بتاعنا، بتتركب كانيولا طرفية ياخد 200 300 سم يعالجهم ويرجعهم للعيان. فالدنيا بقت سهلة، بقى الممر بيقعد جنب العيان الجهاز شغال يحط البلازمات يعلقها وخلاص على كده. الشغل بقى بتاعنا احنا بيتعمل عن طريق الممبرين سيبريشن، فكرته ان انا بعدي البلاد على ممبرين وابلاي هيدروستاتيك بريشر، والبرز بتاعته بتبقى واسعه لدرجه انها تعمل فلتريشن للبلازما بمحتويات اميونوجلوبيولينز بقى اللي بي ال سي 3 سي 4 اي كومبوننت انا ايه عايز اتخلص منه.
تيبيكالي البورز بتاعت الممبرين بتبقى كبيره قوي، توصل ل 3 مايكرومتر، ده رقم كبير جدا. احنا الفلاتر بتاعتنا العاديه والهاي فلوكس بتبقى 1 من 100، مش عارف من كام، حاجات كده صغيره جدا، لكن احنا هنا 3 مايكرومتر، ده كبير قوي، بيسمح ان هو يعدي مولكيولز. المولكيولر ويت بتاعها ممكن يوصل ل 2 مليون. اه بالظبط، وهنشوف التفاصيل دي في الرسمه اللي جايه. انا عندي المولكيولز اللي انا عاده بتخلص منها او بعمل لها بيوريفيكيشن، سواء في الدياليسز عندي العادي اللو فلوكس اللي هي اليوريا والبوتاسيوم والحاجات دي، او الميدل مولكيولز زي الفيتامين يو والريتينول والبيتا توماتوجلوبولين او الحاجات الاكبر شويه في الاتش دي اف، كل الحاجات دي المولكيولر ويت بتاعها قليل، كله يعني تحت ال 30000، تحت ال 40000 او الكلام ده كله. احنا الالبيومين بتاعنا 67000 او 68000، احنا الايمونوجلوبولينز كام بقى؟ حوالي 150000. الايمونو الاي جي جي 150000 مولكيولر ويت. حاجه زي الاي جي ام بيبقوا 5 مولكيولز كده ماسكين في ايدين بعض كده بنتمر، الواحد منهم المولكيول الواحد من الاي جي ام بيبقى 950000. فدي ارقام كبيره قوي، فاحنا البورز بتبقى كبيره لدرجه انها تعدي حاجات لحد 2 مليون، فبتعدي كل بقى اللي احنا عايزين نخلصه. في موداليتيز تانية بس مش موجودة عندنا في مصر، ان هو بتعمل سيلكشن اكتر. انا لما برمي البلازما بكل المحتويات اللي انا مش عايز، اللي انا عايزها اللي مش الالبيوم عايزها. واللي انا مش عايزها، خلاص لازم اعوض بقى من بره. هم عملوا موداليتيز تانية، الفلتر بعد ما البلازما تعدي منه تدخل على فلتر تاني، بحيث ان احنا نتخلص اكتر من الحاجات اللي احنا مش عايزينها، ونحاول ناخد شوية فلويد والبيومين نرجعهم للعيان عشان الريبليسمنت فلويد ما يبقاش كتير قوي. وفي دي اسمها دبل فلتريشن بلازما فاكس، ده ممبرين بيزد موداليتي، بنعدي البلازما سيبريتد من الفلتر الاولاني اهو، البلازما سيبريتور. البلازما دي بدل ما انا كنت هرميها واعوض للعيان من بره، لا اروح مدخلها على فلتر تاني، بالبلازما دي بيعمل لها تراكشنيشن، بيقسمها لفراكشنز، البورز بتاعتها بتبقى صغيره بحيث انها تعدي الالبيومين وما هو دونه زي الفلاود والالكترولايتس والكلام ده كله، والحاجات الكبيره اللي انا عايز اتخلص منها الايمونوجلوبولين تفصلها في حته تانيه، فانا ارمي الجزء اللي انا مش عايزه وارجع الايه الباقي للعيان، وبالتالي في اللاين ده كده، وبالتالي انا ايه في الاخر مش هحتاج ان انا ادي للعيان ريبليسمنت مثلا 15 ازازه البيومين والحاجات الكبيره دي. هدي أفضل. اه بالظبط. النوع الثاني اسمه الايمونو ادزوربشن، ده نفس الفكره برضو، هنفلتر فصل البلازما تحت اهو، هنخلص البلازما تمشي بدل ما نرميها، تعديها على كولم بليت كده محطوط فيه مواد معينه بتمسك في سبيسيفيك تارجت حسب الفيزيكو كيميكال بروبرتيز والتشارج والكلام ده كله. لا انا عايز بليت هيمسك في ال دي ال، فالدم هيعدي كل ال دي ال اللي في الدم هيتمسك في الادزوربشن كولم، وبعدين الباقي الدم يرجع للعيان من غير ما أحصائية احتاج تقديرها اعمل بعد ريبليسمنت 17 فلويد. 23 فدي ميزتها كويسه برضو أحصائية بالنوع تقديرها بعد ده. 17 23 ده كده اختصار كده للميكانيزم اوف سوليد ريموفال مقارنه مثلا بالدياليسز اللي احنا متعودين عليها. احنا بنعمل ديفيوجن تمام لسمول او ميدل مولكيولز تمام عن طريق الكونسنتريشن جريدينت او الكونفكشن او الكلام ده كله. السوليوت سيلكتد اللي انا هشيلها، التوكسينز اللي انا او التارجت سبستانس اللي انا عايز اشيلها محدوده، هي السمول مولكيول والميدل، مش هعرف اشيل ما فوق القلب. ادفانتج بتاعتها ان هي الكليرنس بتاعها احسن، ممكن انا في جلسه واحده انزل اليوريا 60% او 70% تمام، لكن انا عشان اظبط الاي جي جي في الفصل البلازما محتاج على الاقل 3 4 جلسات وهكذا. الديس ادفانتجز ان انا ما عنديش كليرنس في لارج مولكيول، ولازم بايريزيت بقى والحاجات دي كلها. حاجه زي الفلتريشن اللي هو بقى الطريقه بتاعتنا البلازما سيبريشن، بعمل هيدروستاتيك بريشر بتعمل فلتريشن بالبورز الكبير. دي بتاخد وايد رينج بقى، كل حاجه انا ايه عايز اتخلص منها وزياده. مشكلتها ان هي ميزتها انها بتشيل لارج مولكيول، لكن لازم يبقى في ريبليسمنت فلويد وليميتد كليرنس كاباسيتي، فلازم اخد جلسات اكتر عشان اعمل كليرنس احسن. سنترفيوج نفس الفكره اللي قلنا عليها، بيشيل برضو وايد رينج اوف توكسينز بس، وتكنيك سيمبل، يحط الكانيولا ويوصل الجهاز وخلاص، لكن ساعات بيعمل ثرومبوسايتوبينيا، ساعات بيعمل برضو بيحتاج ريبليسمنت فلويد، والانتي كواجوليشن فيه استخدموا ستريت بامب، لازم يدخل ستريت وحاجات كده، فده ليه ممكن يبقى ساعات افكت في بعض العين. وقلنا الدبل فلتريشن والادزوربشن دي اللي هي الاونلاين موداليتيز، ليها مزايا، هي نفس فكره الفلتريشن الفصل بلازما، بس المزايا فيها ان هي بتبقى تارجتد شويه على المولكيولز احسن، وبالتالي الريبليسمنت فلويد بتبقى
ودي كده الرسمة كانت يعني مجمعاهم بما فيهم الحاجات اللي بيستخدموها بنك الدم، مش هتفرق معانا قوي. هنتكلم برضو باختصار كده ان احنا اي مادة لازم تتشيل، لازم بتفرق معاه شوية حاجات متوزعة في أقل كمية سوية، volume of distribution. هل هي إيه، انتراباسكولار بس ولا انتراباسكولار وانترستيشيال؟ هل هي اللونج هاف لايف ولا هي شورت هاف لايف؟ الشورت هاف لايف كل شويه يتكون، فانا لازم ابقى ملاحق على العيان، ولا لونج هاف لايف اعمل جلستين ثلاثه وخلاص الدنيا تظبط؟ طب في والفرق بعض بينهم الحاجات، فرق ما الوقت. دي هنضرب عليها امثله، انا مش هدخل في تفاصيل قوي دي عشان فيها تفاصيل فيزيائيه بقى وميديكال، مش هتفرقنا قوي، مش هتفرق معانا، بس هخش عليها بسرعه. الفيزيكال كيميكال بارامترز دي بتفرق معانا احنا مثلا في الفلتريشن، بلازما سيبريشن، الموليكولار ويت، لان احنا قلنا احنا بعمل بور فعايز يعدي موليكولز بحجم معين. في بعض التكنيكس زي السنترفيوج زي الادزوربشن بيفرق معاها بقى خصائص اخرى زي الهيدروفيليك ستيتس، الكتريكال شارج، السبيسيفيك جرافيتي، كل ده مش هيبقى مطبق معانا احنا قوي في المنجرين سيبريشن. احنا هيفرق معانا زي ما قلنا الموليكولار ويت، وقلنا ان هو مهم عشان انا عايز اختار الفلتر المناسب بالبورز المناسبه على التارجت توكسنز اللي انا عايز اشيله. فانا عايز اشيل يوريا وكريات وبوتاسيوم لو فلوكس دايلايزر، عايز اشيل بيتا تو مايكرو جلوبولين وحاجات كده، هحتاج الهاي فلوكس دايلايزر والاتش دي اف والحاجات دي، عايز أخصائي اشيل تقديرك على الاي الاختصاص جي جي 16 والاي جي 32، ام والحاجات دي، هعمل أخصائي بروتوكولات تقديرك على ففي الاختصاص الاخر 16 لازم اشوف 32. الموداليتي اللي انا هعمل. وده من ضمن الحاجات اللي بتقول لي ليه انا هعمل فصل بلازما. دي توكسنز طلعت الجسم اتكون عامل مشاكل، بيقعد في الدم فتره طويله ولازم يتشال بسرعه، وانا اديته علاج مثلا في الاول بس عايز اتخلص من الحاجات دي، والموداليتيز اللي متاحه قدامي ما بتشيلش الماده دي، ما عنديش فلتر في الغسيل يشيل ال دي ال ولا اي جي، فبضطر الجا للفصل البلازما. ودي الرسمه اللي احنا قلنا عليها قبل كده، بس هو حاطط من فوق الموداليتيز بقى بتاعتنا احنا والله ليه موداليتيز اخره عند اللي سمول مولكيولز او الميدل مولكيولز، الاتش دي اف تفتح شويه معانا لحد الميدل مولكيولز الكبيره شويه، أخصائي تركيز جراحة عالي دموية فوق دموية الكلام ده رجل كله. اختصاص 17 زيرو اتنين. البلازما أخصائي اكسشينج جراحة دموية بتاخد دموية كل رجل اختصاص مكونات 17 الدم زيرو اتنين. ما قبل الخلايا، ما بتاعتش الخلايا. الدبل فلتريشن اللي هي الاونلاين مود والله بياخد الحته الصغيره اللي ما بين الالبيومين وما بين الايه وما بين الـ وما بين الايه وما بين الـ ما بين الالبيومين وما بين اللارج موليكيولز، فبيوفر لي الحاجات اللي قبل كده بما فيها الالبيوم ما احتاجش ريبليسمنت كويس. تمام، بس ده كده تمثيل للكلام ده. السبستنس بارامترز اللي تفرق معانا اللي احنا قلنا عليها الفوليوم اوف ديستريبيوشن، الاي جي جي مثلا واحد من الحاجات اللي بتقعد 45% انترا فاسكولار ديستريبيوشن والباقي انترستيشن. الاي جي ام عشان كبير شويه فبيبقى 80% انترا فاسكولار. تمام، ده بيفرق معانا في الكليرنس. لو انا جيت اخترت ليه بنحط ان احنا نقول واحد ونص بلازما فوليوم بناء على ايه؟ استاذ جربوها بناء على الاي جي جي وتوزيعه اللي هو 45%، لقوا ان العيان لو عملت له ريبليسمنت ب1 بلازما فوليوم هو أخصائي البلازما القلب فوليوم رجع عنده للتسعة 14 28. برضه أخصائي القلب رجع للتسعة 14 طب 28. عليها. طيب فانا عندي مثلا العيان هفصل له 3 لتر البلازما فوليوم بتاعته 3، طب انا لو فصلت 3 هعمل كليرنس للايمونوجلوبولينز بنسبه قد ايه؟ فالراجل الكابلان اللي عمل الاستاديز دي زمان لقى ان هي الواحد بلازما فوليوم هيبقى حوالي 60% كليرنس. طب لو زود مثلا خلاهم 1.5 او ال 75% لقاهم انه بيتعملوا كليرنس عند 1.4 بلازما فوليوم، يعني انا مثلا لو هو 3 لتر يبقى انا افصل له 4.5. طب انا عايز اعمل كليرنس احسن، طب ما انا ازود الريبليسمنت فلويد. طب لحد امتى؟ والله بتمشي بقى، مش ماشيه زي خط مستقيم، ده ماشيه الكيرف زي ده كده، عشان افصل كميه اكتر من كده مثلا اعمل كليرنس بنسبه 95% مثلا، لازم اوصل للبلازما فوليوم معدي الكيرف، هيلامس الكيرف ده عند 3. فانا عشان اعمل 95% عايز 3 اضعاف البلازما فوليوم، هجيب انا منين فلويدز بالكلام ده؟ فاحنا بنكتفي ان احنا نعمل من مره لمره ونص. دي بتعمل لي كليرنس في الاي جي جي من حوالي 60 ل 75%. تمام، ده طبعا بيخلينا نطبق. طب ليه احنا بنعمل 3 4 جلسات في الاول؟ عشان خاطر الحته دي مع مع الموفمنت بتاعت الاي جي ام من الاي جي جي من الانترستيشيوم للانتراباسكولار والعكس، والريت اوف برودكشن. ودي هنجيبها هنا في الحته دي، الهاف لايف بتاع الاي جي جي بيبقى حوالي 17 يوم.
الاي جي ام حوالي اسبوع. تمام. هنيجي مثلا، يفرق زي ما قلت لكم، يفرق معانا الديستريبيوشن والريت اوف برودكشن واللي هو الهاف لايف بتاع الايه بتاع الحاجات دي. درسوا الكلام ده في الحالات بتاعه الانتي جي بي ام، فلقوا ان انا اول ما اوصل بعد الفيرست سيشن هعمل مثلا مره ونص بلازما فوليوم، ولا مره ونص، هقلل 60% ل 75، يعني هتبقى لي في البلازما 35% من الاي جي جي. هاجي الجلسه الجاي اللي بعدها، تمام، بعد يوم ليوم ونص، ال 30% دول هيوصلوا ل 60%، ما هو في جزء في الانترستيشن هيعلو. بروح انا معناها عامل يسمح الريفيل، يعمل او الريفيل، يدي وقت اسمها ريباوند، ويطلع او او اسمها ريباوند. ريباوند. انا دلوقتي احنا قلنا الريت اوف كليرنس للاي جي جي هيفرق في ايه؟ الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه هو 45% انترافاسكولار والباقي انترستيشن، ويفرق في الريت اوف برودكشن، هو بيتكون حسب الديزيز بقى والكليرنس. لا ده هو ليه لونج هاف لايف. تمام. فانا دلوقتي لما اجي اشيله، هشيل احنا قلنا المره الواحده ال 1 بلازما فوليوم او الواحد ونص هيشيل من 60 ل 75، فانا شلت اتبقى لي 30% ولا 35% في شويه في الانترستيشيوم وهيتنقل الانترافاسكولار. فانا هقيس بعد يوم، انا كنت 35 ببص الاقيها عادي، ده لي 80، دي اسمها ريباوند لانه جاي من الانترستيشيوم وقعد في الايه في كونسنتريشن جريديانت، اه يعني بالظبط بالظبط. فاحنا هروح لما اجربه بقى، طب احنا ادينا الجلسه الثانيه هتروح نازله ال 60% دي تبقى ايه، مش 30 بقى، تبقى مثلا 70% منها اللي هو يبقى 20، بعد 36 ساعه تبص تلاقي ال 20 دي بقت 40، هتيجي الجلسه الثالثه 70% من ال 40 هتبقى كام؟ 15، وهكذا. فتعلى فتيجي انت على الجلسه الرابعه ولا الخامسه، لقوا ان على الجلسه الرابعه تقريبا بنبقى وصلنا ان الميونوجلوبولين ليفل بقى من 10 ل 20%. انا خلصت الجلسه يوصل لحد 10% من الرقم اللي انا بدات فيه في الاول خالص، بعد يومين ابص الاقي عيل 20%، اروح انا لحق الجلسه، وبالتالي الكليرنس الكامل للميونوجلوبولين جي اللي هو في معظم الديزيز اللي احنا بنشتغل عليها بيبدا يتحقق عند الجلسه الثالثه او الرابعه. ودي فكره ان احنا هنقول 3 جلسات ونقرر، مش عارف ايه عشان كده نقرر تقول ساعات وتلات جلسات وساعات بالظبط. ست جلسات هما حسب ما هما شايفين. الاي جي ام في بعض الامراض المحدوده اللي ليها علاقه بالاي جي ام بتبقى لا المعدل اكتر من كده، لازم انا اعمل كل يوم ومش عارف فتره اطول، ممكن توصل لعدد جلسات. من ضمن تطبيقات الهاف لايف ديوريشن والديستريبيوشن وكده، حاجه لو احنا بنشتغل بالالبيومين، انا بشيل بالالبيومين، بشيل كل حاجه وبقعد البيومين بس، طب ما في كلوتنج فاكتورز، مين الكلوتنج فاكتورز اللي هتتاثر ومين اللي مش هتتاثر حسب الهاف لايف. في حاجات زي مثلا فاكتور 8 وفاكتور 5 دي بتطلع بسرعه فمش هتتاثر معايا، لكن حاجه زي الفايبرينوجين اللي هو الفايبرينوجين وحاجه زي البروثرومبين وفاكتور 13 دول هاف لايف طويل بتاعهم، فانا لما اشيلهم في جلستين ثلاثه ابص الاقي يحصل كوجلوبس. فدي ليها تطبيق لما نيجي نطبق البريسكريبشن بتاع العين، هنشوف هنتصرف في القصه دي. كان في برضو في كان الاستادز اللي اتعملت على الانتي جي بي ام والكلام ده كله، 3 جلسات و4 جلسات، في ناس في اليابان كانوا عاملين سيميوليشن، بيجيب دم في اي جي جي ويعديه على فلتر كانه بيعمل محاكاه للكليرنس يعني. فهو الراجل ده كان عمل استادي عشان نشوف، لان احنا في ناس تقول ايه every other day وناس تقول احنا راحت هنحطهم ورا وهي بعض. رجعت طب 3 جلسات 19 ورا بعض ولا every other day سنين لمده راحت وهي اسبوع، رجعت يعني 19 الاحسن. فتلاقي في الجايد لاينز مفيش حاجه احسن من حاجه، فهو حاول يفسر الكلام ده ليه، طب ما احنا هنجرب كده ونجرب كده ونشوف. فلقى ان انا جاب اي جي جي في الماشين اللي صممها دي، فاللي هو اللون الاسود ده اللي هو اشتغل على طول، فهو اول جلسه نزلت 60%، وتاني جلسة على طول راحت 60% من ده نزل. المهم عند 3 جلسة وصل عند مستوى كام؟ وصل عند 40% من الانيشال كونسنتريشن. قارن لحد عند اليوم السابع لقى ان هو ثابت تقريبا زي ما اتفقنا، بيبقى من 10 ل 20% من اللي بدأت، خلاص هو فضل عند 40% من التركيز او 50% من التركيز. طب قارن بقى الطريقة التانية اللي احنا نعمل يوم ونريح يومين، عيل اهو قوي، نروح عاملين جلسة بعد يومين وبعدين نفوت ونعمل جلسة بعد يومين، تمام؟ طب قارن عند اليوم السابع لقى ان الارقام تقريبا قريبه من بعض، ويمكن الافري اذر دي كانت يعني احسن سن. ده بالنسبه للتركيزات وقاس التركيزات انترا فاسكولر واكسترا فاسكولر والتوتال التوتال فوليوم اللي شايله من التجربه دي.
فاحنا هنا بالتالي دي بتقول لنا ان احنا الاثنين تقريبا زي بعض، مفيش فيهم اي مشكله. فاحنا لما هنيجي نطبق البروتوكول بقى، انا حاطط 10 نقط لازم هنعملهم واحنا بنعمل بريسكريبشن للفصل البلازما. ال10 نقط دول اول حاجه الانديكيشن، انا هعمل ليه ده فصل وليه مش هعمل، فدي هترقويهم، وهعمل فريكونسي اوف سيشنز قد ايه والديوريشن والكلام ده كله. دي هراجع بقى فيها الاستادز وبتاع والكلام ده كله. فالجماعه المتخصصين في المجال ده اللي هم اشهرهم نيورولوجي أو الامريكان، كده يعني هو كان زمان، كان زمان يعني. القصه بدات في امريكا من زمان من الستينات، لان الفكره دي رائعه. طب زي الكورتيزون كده، ندي كورتيزون يعني كل حاجه، ندي انتي بودي يعني، طب ما نشيل الاميونو سي جلوبولين الوحيد. ونريح دماغنا. فكان بيستخدم في حاجات كتير على الفاضي وعلى المدينه. فجان شركات التامين أخصائي القلب رجع راجعت الكلام ده 1928، وشافوا ايه اللي فعلا بيفيد وايه اللي أخصائي ما القلب بيفيدش، رجع وبداوا يقسموها في كاتيجوريز، 1928. كلاس ايه و1 و2 و3، بحيث ان ده لا لازم، ده الفيرست لاين، وده لا ده سكند لاين، وده مش مفيد قوي، وده لا ملوش لازمه. لكن فبعد كده الكلام ده ورثته الامريكان سوسايتي اوف فارس السيرفي، اسمها اسفا. فالاسفا دي حطت الجايد لاينز دي وبتتحدث كل سنه. اخر حاجه اللي هي بتاعت الجايد لاينز الابديتد بتاعت 2010، هو جايب الامراض المختلفه اللي اتكتب فيها فصل بلازما. الجايد لاينز ده كبير، حوالي مش عارف حاجه و70 صفحه ولا مش عارف 100 صفحه، ويروح جايب الديزيز المعين ده يتكلم عنه شويه. احنا بنعمل هو اصلا ايه الديزيز، وايه فكره العلاج بتاعه باختصار، وفصل البلازما ايه دورها، وايه الاستادز اللي اتجربت فيه، واللي موجود يا جماعه الريكومنديشنز بتاعتنا ان ده كلاس 1 مثلا أخصائي مهم الأطفال رجع تقبل فيرست لاين التوبة، او ده سكند لاين، أخصائي ونعمله الأطفال رجع تقبل التوبة. بقليومين او بلازما، او بقليومين بس او بلازما بس، ونعمله بالموداليتي الفلانيه ميمبرين سيبريشن او دبل فلتريشن او مش عارف ايه، ونعمل يفضل ان احنا نعمل كل يوم في الاول او نعمل 3 جلسات، ونوقف امتى، ايه الحاجه اللي بيمونيتور بيها عشان نقول ان الفصل نجح ونوقفه وما نوقفش. فدي هتلاقي كل ديزيز مكتوب فيه صفحه ونص صفحتين. طيب احنا عندنا دلوقتي، احنا قلنا هنتكلم عن الاسفا جايد لاينز، مش هتكلم فيه كتير، انا كده كده هقول لكم التكه فين. احنا جبنا مثال لصفحه الانتي جي بي ام، انتي جلوميرال بيزمنت ميمبرين. فهو عامل جدول، بيبقى اي ديزيز هو كاتبه عامل جدول فيه المعدل الحدوث المرض ده والانديكيشنز في كل مرض. ممكن المرض نفسه يجي بكذا صوره، يعني ممكن الانتي جي بي ام يجي لنا بديفيوز الفولار هيموريتش اللي هي دي اي اتش اللي كاتبها دي، ممكن يجي برينال امبيرمنت والعين بيغسل، وممكن يجي بينا الامبيرمنت والعين ما بيغسلش. كل حاجه من دول اتجرب فيها فصل البلازما، فنتيجتها ايه؟ والله جربوا سيرابيوتيك بلازما اكستشينج، لقوا ان مثلا اول واحد اللي هو ديفيوز الفولار هيموريج وده لسه اندبندنت، ان العين الرينال امبيرمنت اللي ما بيغسلش ده فيرست لاين، ان احنا ندي فصل بلازما اللي هي بيسموها كاتيجوري 1. الحاجه اللي هي فيرست لاين بيسموها كاتيجوري 1. والايفيدنس جه منين؟ جريد اوف ايفيدنس دي حسب بقى نوع الاستاديز ومش عارف ايه والكلام ده كله. وبقى بيتكلم بتفاصيل الاستاديز، وبعدين يتكلم عن المرض نفسه شويه، وبنعالجه ازاي عموما، وايه دور فصل البلازما في الموضوع، وبعد كده التكنيكال داتا نشتغل بلازما ولا لا، والحاجات دي كلها. هنتكلم بقى، انا جمعت الحاجات اللي ليها علاقه بالكلى في الملف اللي انا عامله ده، في الصفحات اللي بعد كده جدول كده أخصائي جرام مقسم فيه عنده رجع برضو لتسعة زي عشر ما هم زيرو، كاتبين كده انهي كاتيجوري أخصائي جرام معانا، عنده رجع لتسعة عشر زيرو. والامراض اللي ليها علاقه بالكلى. جمعت الجدول الكبير ده في كلمتين، فهتلاقي كل ديزيز ايه الحاجه اللي هي هنعمل فيها فصل بلازما، الكاتيجوري بتاعها، الموداليتي اللي هنستخدمها، كام جلسه، وهكذا. هنتكلم بقى دلوقتي على طول كده بسرعه على الايه، على البريسكريبشن اللي احنا قلنا عليه. هنبدا الاول زي ما قلنا، اول حاجه نحدد الانديكيشن والفريكوانسي اوف سيشنز والكلام ده كله، نراجع فيها الاسفا جايد لاينز، ونراجع فيها الناس اللي معانا في الدور، او حد جاي من النيورو مدينا خطه جاهزه خلاص تمام بنعتمد عليه. أخصائي القلب تاني رجع حاجه لازم ل 19 نعرف 17، السي بي سي والبليدنج أخصائي القلب بروفايل، رجع ل 19 الكتروبلايتس 17. والالبيومن، عشان الحاجات دي لازم تبقى معانا بيز لاين كده معايا. وبعدين هنحدد ان احنا عايزين نفصل قد ايه من العيان. فاحنا قلنا هنحدد نفصل من واحد لواحد ونص بلازما فوليوم، عشان ده احسن استفاده، واكتر من كده مش هنستفيد قوي. ونحدد بقى البلازما فوليوم ازاي، هو بتعتمد ان البلط عباره عن 7% من البودي ويت. فاحنا بنشوف العيان وزنه اللين بودي ويت، لو هو اوبيز قوي هنعتمد على الوزن اللي حسب طوله، يعني مثلا افريج ادلت مثلا ميل بيبقى 70 كيلو لو هو طوله عادي، حتى لو كان اوبيز بنحسبها على 70 برضه. الولد عبد الرحمن اللي معانا ده هو طويل شويه، ممكن يكون طوله عند 180 متر ولا سنتي ولا حاجه، فممكن يبقى وزنه اللين بودي ويت 75 ل 80 مع ان هو وزنه 100،
بس الاوبيزيتي مش هنعملها في حسابنا، هنعتمد على اللين بودي ويت. فاحنا هنقول مثلا ان هو وزنه كذا في 7 من 100 اللي هو فيه الهيماتوكريت، ده بيمثل الار بي سيز بالسيلز، والواحد ناقص هيماتوكريت اللي هو الجزء البلازما المتبقي اللي هو بيمثل لو الهيماتوكريت 35% يبقى انا البلازما فوليوم لكل لتر دم عند العيان بتمثل 75% او 65% انا اسف. فهي دي الفكره بتاعت التعويض المعادله. ساعات بقى احنا بنقول بما ان الافريج ادلت اللي هو 70 كيلو عنده هيماتوكريت حوالي 35 ل 40 لتر في المية، فلما نعوض المعادله هنلاقي ان هي بترسي على 40 مللي بيركجين. فاحنا دي التعويض، بدل ما نوجع دماغنا بالمعادله هنقول ان احنا هنحسب 40 مللي لكل كيلو من اللين بودي ويت. العيان ال 70 كيلو يبقى 4 في 7 ب 2800، يعني حوالي 3 لتر. العيان اللي حتى 80 هتبقى 3 لتر و200. فاحنا كده كده هنسحب من واحد لواحد ونص. فاحنا عاده الافريج ادلت بنسحب له، بنفصل له من 3 لحد 4، من 3 ل 4 لتر ان افريج، بغض النظر بقى عن المعادلات وعن الهيماتوكريت معايا ولا لا والكلام ده كله. فالطريقه دي سهله ان احنا نحسب، نفصل من 3 ل 4 لتر حسب وزن العيان. هنعمل بريبليسمنت بايه؟ المفروض كان زمان بالفريش فروزن بلازما، فيها كوجوليشن فاكتورز، فيها شويه اميونوجلوبولينز وكومبلمنت. انا خلصت من كل الاميونوجلوبولينز فالعيان مناعته هتقل، فاديله بقى من بره ولا ما اديش؟ فالبلازما كانت بتقوم بالواجب ده، فيها اميونوجلوبولينز، فيها كومبلمنت، فيها كوجوليشن فاكتور وهكذا. وفي بعض الامراض زي التي تي بي، ان احنا عندنا مشكله في انزيم اللي بيكسر البون فيبران فاكتور، فده لازم نعوضه بالبلازما، ده شرط. لكن في الناس اللي مش كده بنستفيد بالحاجات التانية اللي قلنا عليها. بس عيب البلازما انها زي اي بلود برودكت، ممكن يبقى فيه بلود بورن انفكشن، ممكن تعمل الرجيك رياكشن. لازم تبقى اي بي او كومباتيبل، العيان اللي فصلته بيه لازم ياخد بلازما بي اللي فصلته سي او او كده، يعني نطبق فيها قواعد نقل الدم. ولازم تكون سايحه، تمام. ممكن العيان يبقى داخله للعيان يبقى سقعان شويه منها، لان احنا بندي كميات كبيره في وقت قليل، وبيبقى فيها ستريت عشان البلازما بيتحط ستريت عشان تبقى ما يحصلهاش كلوتنج. الستريت ده ممكن يعمل هايبوكالسيميا. فدي المشاكل اللي بتقابلنا من البلازما. الالبيومين على النقيض مفيش بقى الكلام ده، مفيش بلاد بورن انفكشن. الالرجيك رياكشن ده رير، طالما الباتش مظبوط مضمونه وجايه من مصدر موثوق، بيتحط في الروم تمبريتشر، مش لازم ثلاجه ويرجع يسقع ويسقع العيان والكلام ده كله، مش محتاج بلاد جروب كومباتيبلتي. هو مشكلته بس الوحيد ان هو اكسبنسيف. طيب احنا هنعمل ريبليسمنت بايه؟ المفروض ان احنا نعمل ريبليسمنت ب 100% كولويد. الجسم فيه بلاد، فيه بروتينز، الالبيومين من 3.5 ل 5 جرام بير دي سيليتر. فاحنا عايزين الجسم يدخل له فلويد فيه البيومين من 4% ل 5%. طب ده هنجيبه ازاي؟ ان احنا الازازه ال 20% اللي عندنا هنضيف المفروض الازازتين على 400 سم سلايم، تمام، هيدينا قلبي من 4%. او يعني لو عايزين 5% يبقى المفروض 5 ازايز على 200 على 750 سم سلايم، ده هيدينا قلبي من 5%. طيب هل الكميه دي تبقى قد ايه؟ لو انا هعمل فصل ب 3 لتر فانا عايز 15 فايل البيومين. طب الكمية دي نسبيا هتبقى كبيرة، ممكن بعض الأماكن أو بعض المرضى ما يقدرش يدفع كده. فساعات بيعملوا طريقة ايكونوميك شوية مكتوبة في بعض الكتب القديمة، إن إحنا نحط تلت الكمية سلايم 70 30 والتلتين زي التلتين الانسولين. جلوكوز ألبيومين 5%. ففي الآخر هترسي على كام لما ال 5% تتخفف كده؟ هترسي إن العيان داخل المحصلة الكلية داخل له ألبيومين 3.5%. فبالتالي دخلنا له الحد الادنى من الكولويد اللي يحافظ على الاوزموتيك بريشر، وفي نفس الوقت وفرنا لنا يجي مثلا ايه 4 ازايز البيومين ولا حاجه من ال 15. فممكن في الحالات دي نفصل ب 10 ازايز او ب 8 ازايز. طب البلازما في الناحيه الثانيه، البلازما سهله. انا عندي الكيس فيه مثلا 250 300 مللي، هشوف انا عايز 3 لتر يبقى انا عايز 10 وحدات بلازما، عايز 4 لتر يبقى عايز 15 وهكذا، تمام. ده الايه، ده كميه السوائل ونوعها. طيب احنا قلنا الاولويه ان احنا ندي البيومين وبنستخدم الفريش فروز البلازما، الا بقى لو زي النيورو كده طلبوا بلازما مخصوص، ما اعرفش ايه الراشونال اللي عندهم، او لو انا عندي تي تي بي لازم ضروري استخدم البلازما عشان اعوض الانزيم ده اللي هو بيعمل ادم تي سير تي اس 13 اللي بيشتغل على الفونوجلوبان فاكتور، او لو العيان عنده كواجيلوبسي، العيان ده كواجيلوبسي من الاول عنده مشاكل في البليدنج بروفايل، او عنده ديفيوز الفولار هيموريدج، مش هروح اديله افصل له بالبيومين وافضي له كل الكواجيليشن فاكتورز اعمل له مشكله، او لسه واخد رينال بايوبسي امبارح ولا حاجه ولا النهارده، او مع الجلسات المتكرره مع واحنا بنعمل ريبليسمنت بالبيومين
الحاجات اللي لونج اكتنج زي ما قلنا الفايبرينوجين وفاكتور 13 دي هتقل في الجسم جدا، ممكن تلاقي الاي ان ار عالي، او لو عندنا الفايبرينوجين ليفل نقيسه نلاقيه قل قوي. ففي الحالات اللي زي كده يا اما بنفصل بالبلازما على طول، او نخلي البلازما جزء مثلا بيمثل ثلث الكميه، وبيحسبوها ان احنا بندي 10 ل 20 مللي لكل كيلو، اللي هو تقريبا خمسة العيان جرام عمالة ال تطبيل 70 طبعا، كيلو بياخد 4 خمسة يونتس. جرام عمالة تطبيل فهشوف طبعا. الكميه اللي انا عايزها، مثلا هدي العيان فصل بالبلازما بالبيومين هديله مثلا 3 لتر، فانا هروح مدي جدعانه كده لتر سلاين و2 لتر البيومين 5%. طب واروح جاي على لتر من الالبيومين ال 5% دي، اروح مدخل بداله 5 وحدات بلازما عشان الكوجلوباسي او المشاكل دي. فانا ممكن ادي الجلسه ال 3 لتر اللي انا هعوضهم، يبقى لتر سلاين او رينجر ولتر بلازما ولتر البيومين 5% اللي هم 5 ازايز. ففي بعض الحالات ممكن نعمل التركيبه دي. تمام. الحاجة التانية اللي لازم نعملها واحنا بندي للعيان الجلسة، ان احنا بنراجع بنديله بعض البري ميديكيشنز، عشان اللي احنا عارفينه مشهور وبنديه لكل الناس عشان ما يحصلش اليرجي، فبندي افيل وسوليو كورتيف قبل الجلسة. ممكن الكالسيوم، احنا في عندنا في البلازما سيبريشن بطريقة الفلتر ما بيبقاش فيه هايبوكالسيميا اثناء الجلسة بسبب الستريت اللي في ماكينة السنترفيوج اللي في امراض الدم، بس احنا ممكن ندي كالسيوم لو كان قليل. لو كان الكالسيوم قليل تحت 8.5 هندي 3 امبولات كالسيوم جلوكونيت من الاول كده نظبط العيان عشان ما يحصلش هايبوكالسيميا. ولو الكالسيوم يعني من 8.5 لحد 9، في بعض الكتب قالت خلاص ادي 1 امبول. لو الكالسيوم من 8.5 ل 9 كده ولا حاجه ادي امبول، لو فوق ال 9 مش لازم تدي كالسيوم. ده كده الجزء ده. الجزء التاني لازم نكون متاكدين ان بوتاسيوم العيان كويس، ونكون الفلويدز اللي بنديها فيها بوتاسيوم كافي، لان احنا بنرمي البوتاسيوم في الشارع فكده ممكن يحصل هايبوكاليميا. فاحنا عايزين لو عوضنا بسلاين نعوض نحط نستخدم الرينجر بلاش السلاين، لان الرينجر فيه 4 مللي مول في اللتر زيه زي الايه زي البلازما. طب لو انا هعمل بالبيومين مثلا وهستخدم سلاين والبيومين، ممكن احقن في الازازه الواحده سنتي بوتاسيوم كلورايد، لان سنتي البوتاسيوم في كلورايد فيه 2 مللي مول، فاللتر هتأدي له 4 مللي مول زي البلازما بالظبط. فدي حته كده لازم نراعيها، خصوصا لو كان العين بوتاسيوم من الاول قليل 3.5 4 في الحدود دي. طبعا الفاسكولار اكسس بالنسبه لنا لازم دبل ليومن كاسيتر، عشان احنا الفلو بتاعنا كتير. في السنترفيوج مود في الامراض الدم بيركبوا لارج بور كانيولا، مش لازم، بس احنا دي مش قضيتنا. هنركز ان احنا عندنا دبل ليومن كاسيتر، او عيان عنده اي بي فيستولا. لو هو عيان في رينال امبيرمنت ومايلوما وجات له اتاك تاني وهيعمل مشكله ولا حاجه، ممكن نشتغل من الفيستولا عادي. كنا بنتكلم على اخر حاجه تفاصيل البريسكريبشن اللي انا هعملها للجلسه، وكنا قلنا الانتي كواجوليشن هندي هيبارين او كلكسان او زي ما يكون. بس انا بصراحه من تجربتي انا الشخصيه ما بحبش ادي الكلكسان، عشان الهيبارين في التحكم فيه احسن. ممكن شورت اكتنج وادي براحتي، ادي 5000 وادي في النص زياده. يعني انا بحب الهيبارين بصراحه، خصوصا لو كان المكنه عندي فيها الهيبارين انفيوجن بامب وبتاع، فبحطها ورايح دماغي. او لو مش موجوده بدي 5000 في الاول مثلا للعيان، او 4000 او كده حسب وزنه، وكل مثلا ربع ساعه ندي له 250، كل نص ساعه ندي له 500 يونت، كاننا ماشيين زي الانفيوجن يعني، والدنيا بتمشي كويس يعني. اخر قبل الاخير الجزء المهم في الاخر، ان احنا لما بنعمل كذا جلسه من فصل البلازما بنفقد الايمينوجلوبيولينز المفيده بجانب الحاجات الضاره، فممكن الاميونيتي تقل شويه في بعض الناس. فلو حد عنده هاي ريسك اوف أخصائي جراحي برضه انفكشن المكينة، أخصائي المسالك، أخصائي التخدير، رجل الاتصال ممكن نديله 14 اي في 16 اي جي في اخر الجلسه. وده ساعات كمان مش حته أخصائي ريسك جراحي اوف برضه انفكشن، المكينة، ساعات أخصائي الكلام ده المسالك، بيبقى أخصائي التخدير، رجل بنعمله الاتصال في بعض 14 امراض 16 زي عندنا الانتي بودي ميديتد انفكشن، بيدوا في بعض البروتوكولات فصل البلازما وبعدها اي في اي جي. فالجرعه بتاعت الجرعه اللي هي بعد الفصل البلازما اللي نديها بعد كل جرعه بتبقى من 100 ل 400 مللي جرام لكل كيلو. هي الفايل بتبقى 2.5 جرام، فبنشوف بقى العيان ممكن ياخد ازازه ازازتين ثلاثه حسب الوزن بتاعه، ونديهم له بعد الجلسه. عشان ساعات لو عشان الريسك اوف انفكشن واحنا مقلقين وما عنديش اي في اي جي، او مش عايز ازود التكلفه على العيان، زي ما اتفقنا ممكن ندخل جزء من الريبليسمنت فلويد بلازما، ندي مثلا لتر بلازما 4 5 وحدات، يبقى فيهم ايمونوجلوبولينز والحاجات دي كلها وكواجيوليشن فاكتورز. ده لو عيان بديله مثلا 3 4 جلسات ورا بعض بالالبيومين، ممكن اجي عند الجلسه الثالثه ولا حاجه ادخل له تلت الكميه مثلا بلازما ولا حاجه، عشان استفيد من الكواجيوليشن فاكتورز اللي فيها والايمونوجلوبولينز.
اهم حاجه بقى لما نيجي نوصل الدايره بتاعتنا بتاعت التوصيل، الفلتر ايه ظروفه ويتوصل ازاي. الطبيعي ان احنا نوصل الفلتر زي فلتر الغسيل على المكنه، الدم يدخل من الجزء اللي فوق ده على الشمال هنا من فوق، وعلى اليمين الجزء السايد ده سايد بورت ده نوصل فيه الدياليزيت ايه قب زي ما هو باين في المكنه الجامبر اللي جنبنا دي. بنعمل ايه؟ نشغل الجلسه في الايزوليتد الترا فلتريشن مود، كاني بعمل الترا فلتريشن لوحده كده، سحب خارجي 3 لتر او 4 لتر على ساعتين، واشغل البلازما او الالبيومين اللي انا هعلقه في كانيولا، في لارج بور كانيولا في دراع العيان، او لو انا مركب القسطره الثري واي اللي زي اللي بتركب عندنا في الرعايه دي، نوصل في الطرف الثالث اللي نوصل مش عارف. لا لا ده بيكلم حد بيكلم. فالمهم ان احنا بنوصل في الايزوليتد الترا فلتريشن مود، وبن سحبت 3 لتر او 4 لتر على ساعتين، اشغل المحاليل بنفس الريت عشان العيان ما يحصلوش هايبوتنشن في الكانيولا او في الثري واي او الكلام ده كله. طيب ساعات كتير ما بيبقاش عندي البورت ده، الفلتر ما يبقاش فيه البورت اللي هو اللي مناسب للدياليزيت سيركت، وساعات كمان لو انا هوصل بالدياليزيت سيركت لازم الدياليزيت يكون عندي المكنه فيها الاندوتوكسين ريتنشن فلتر اللي هو في ظهر المكنه، عشان يدخل لي على الفلتر الترا بيور ووتر، عشان ما يكونش، لان الفلاتر دي البرز بتاعتها كبيره، فممكن اي حاجه تعدي من الدياليزيت للبلد بتاع العين، فلازم اطمن ان الفلويد اللي داخل في الدياليزيت يكون الترا بيور بالاندوتنشن بالاندوتوكسين ريتنشن فلتر اللي في ظهر المكنه، زي الدايسيف في مكن الفريزينيز. فلو انا عندي الدايسيف في المكنه او الاندوتوكسين ريتنشن فلتر بتاع الجامبرا او البي براون، وعندي البورت بالشكل ده، اقدر اوصل العيان في الايزوليتد الترا فلتريشن، ودي امن حاجه. المكنه بتمونيتور بقى السحب وتراقب التي ام بي واظبط الدنيا واوصل العيان واقعد جنب الطريق اتفرج عليه واشوف الفايتال ساينز. ده ما بيحصلش كتير. طب لو المتاح عندنا، المتاح عندنا بديلين، بديل غالي ان انا بيبقى عندي مكنه مخصوصه زي مكنه السي ار ار تي، بيجي له سيركت مخصوصه بنوصل بيها الفصل البلازما، وهي برضو بتقوم بنفس المهمه. اشهر مثال مكنه البريزما فليكس بتاعت باكستر، والسيركت بتاعتها اللي هي على الصوره دي كده، سيركت جاهزه بنركبها في المكنه، نظبط البارامترز اللي احنا عايزينها 4 لتر في كام ساعه، نوصل المحلول الريبليسمنت فلويد البلازما، ونقعد برضو ما نعملش حاجه. الطريقه بقى الثالثه اللي بتبقى معانا دايما اللي هي كومون، يعني ان انا هيجي لي الفلتر زي الفلتر ده كده، الفلتر هوصل الدم من فوق بس الناحيه بتاعت الدياليزيت ما فيش البورت بتاع الدياليزيت ده، فتحه صغيره خالص على قد البلازما اللي خارجه، فبنوصل فيها اي في لاين ونجمعه في علبه جمع البول او في اي كيس او يورين باج او اي حاجه زي كده. لما بنوصل الطريقه دي للاسف المكنه ما بتشتغلش في المونيتورنج الكامل، بتشتغل حاجه اسمها برايمنج. فالبرايمنج ده ما فيش تي ام بي مونيتور، ما فيش اي حاجه، المكنه معتمده على انها بتابلاي البريشر اللي هو عن طريق مضخه الدم، اشغل المكنه بسرعه 100 او 120 والدم البلازما تتفلتر باي سرعه بقى، ممكن ابص الاقي العيان في 5 دقائق عامل نص لتر، وممكن يكون مثلا في 5 دقائق ابص الاقي عامل 300 سم، في 5 دقائق عامل 600 سم، ده معدل كبير قوي. فبص الاقي الجلسه بتخلص معايا في ساعه ونص ولا حاجه. طب الساعه ونص دي فصل فيهم كام؟ 3 لتر في ساعه ونص، دي كميه كبيره قوي ان العيان يفقدهم، فلازم الاحق على العيان بسرعه ان انا اديله الفلويدز بسرعه. فالمود دي او طريقه التوصيل دي لازم احنا، يعني احنا دايما بندي الاوردر للتمريض ونسيبهم ينفذوا الاوردر، وبنقعد كده ايه من بعيد لبعيد نتابع الدنيا. يفضل في الحالات اللي زي كده واللي هي كومن يعني، وده الكومن عندنا، ان احنا لا نبقى قاعدين مع التمريض كده ايه على ايده، بنتابع معاه واحده بواحده. ولازم انا بحب مونيتور البلاد بريشر والبلس، واتاكد ان الفلويد ماشيه بتتعوض كويس، والكلام ده ببقى على مدار كده كل 10 دقائق اشوف الضغط بتاع العيان والنبض وان هو جاب كام وخد قصادهم كام، اطمن ان اللي خارج بدات انا اعوضه، او حتى لو العيان سبقني شويه ما يبقاش فرق كبير. العيان ابص الاقي بعد نص ساعه فقد مثلا لتر، وانا اديت قد ايه؟ اديت 250 كده، العيان هيدخل مني في هايبوتنشن وتاكيكارديا ويبدا يجي له رعشه وشد والمشاكل دي كلها. لكن لو هو جاب اللتر وانا اديته مثلا 700 800 او اللتر، فانا كده ايه لازم ابقى قاعد على المكنه مع التمريض كل 10 دقائق يقول اقيس له ايه الضغط بقى؟
يقول تمام له ايه لو نشوف. هو فقد كمية كبيرة هن ومعوضش. هن لو ما عوضش هنسبق، يعني ازاي هنسبق بقى؟ بقى ان احنا ها؟ هنوقف هنبطئ شوية اللاين بتاع المحلول ده، هنقفله سنة، ما ينفعش نقفله خالص عشان ما يحصلش البريشر يعلى قوي في الفلتر فممكن يرابشر. بدل ما انا فاتحه على الاخر هفتحه نص نص عشان يمشي في معدل ابطأ، واحاول اوصل بقى بسرعة، اركب كانيولا تانية، افتح بسرعة المحلول وهكذا. لازم الحتة دي مهمة جدا يا جماعة في التوصيل في الطريقة دي، لان دي اللي هي الكومن اللي احنا بنشوفها معانا. الفلتر ما بعرفش اوصله في الايزوليتد الترا فلتريشن مود، وبشتغل بالطريقة اللي احنا ايه بالبلدي كده احنا بنسميها الطريقة التقليدية بتاعتنا او الطريقة البلدي بتاعتنا. تمام، الكلام بقى ده نظري كده كله، بس الابلايد فيه حتة واحدة، ان انا الفلاتر لما بتيجي تتصنع بيبقى ليها سيرفيس اريا صغيره محدوده، والفلتر بيبقى ديليكت ضعيف قوي، فلازم الترانس ممبرين بريشر اللي هو الفرق بين الضغط اللي انا بطبقه على الفلتر من ناحيه البلاد في مقابل الضغط اللي من ناحيه الزيت، الفرق ده بينهم الترانس ممبرين بريشر ما يعلاش، هو ده اللي بيعمل فلتره. المفروض البورز بتاعت الفلترز دي كبيره جدا الصاد راحت قلبه، الصاد راح في الصاد راحت مخه، لدرجة الصاد ان راحت عضله الطبقي، ال 1 ملي متر ميركوري في الترانس ممبرين راح الصاد بريشر راحت قلبه، الصاد ممكن راح في الصاد ينزل راحت مخه، الصاد راحت عضله الطبقي اللي 30 قلبه. 40 سم في الساعة لكل 1 ملي متر. فلو انا عايز مثلا اسحب لتر في الساعة، هتبص تلاقي نفسك محتاج تي ام بي 30 40 حاجات بسيطة كده. فلو التي ام بي ده عالي قوي، زاد قوي عن 70 او عن ال 100 او بعض الفلاتر القوية شوية عند 150، ممكن الفلتر يفرقع يرابشر، او لو ما حصلش رابشر ممكن يعمل هيموليسيس. تبص تلاقي الافلنت السائل اللي خارج من الفلتر لونه اصفر، تبص تلاقي تحول للون احمر، كده حصل هيموليسيس والتي ام بي عالي. ممكن لو كده ممكن في الاكستريم كونديشن الفلتر يفرقع يرابشر، وتلاقي الدم كله دخل في الدياليزيت وتضطر ترمي السيركت كلها بالدم والفلتر ده العيان غالي بالفلتر. جدا. فاحنا لازم، تمام. عشان بما ان احنا المود اللي هي التوصيل على مكنه البريزما فليكس الغاليه او الايزوليتد الترا فلتريشن في الفلاتر اللي فيها في المكنه اللي فيه الضيا سيف والفلاتر المناسبه للمكنه الايزوليتد الترا فلتريشن، هنظبط احنا الريت ونلعب ونعيش حياتنا والمكنه تمونيتور وكل حاجه. لكن في الشغل التقليدي بتاعنا اللي احنا بنوصل في الريمنج مود وبنجمع في علبه، الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أضمن إن التي إم بي ما يعلاش إن البلاد فلو ما يبقاش عادي. وهنلاقي بقى الفلاتر المختلفة كاتبة لنا الشركة، كاتبة لنا كيرف بتقول لنا إن البلاد فلو الفلاني التي إم بي بيوصل لكام. شركة باكستر مثلا الفلتر بتاعها اللي هو التي بي إي 2000 اللي كان بيجي لنا زمان من سنتين ثلاثة، ده لو جينا عند بلاد فلو 100، هم جربوا الكلام ده عندهم وبعتن لنا الكلام ده في البريتشر بتاع الفلتر، عند البلاد فلو 100 اللي هنا دي تلاقي الترانس ممبرين بريشر تمام، بيوصل لما يوصل عند 50 البلازما فلتريشن ريت يبقى مثلا 30 مللي في الدقيقة. طيب تمام، طيب لما انا عايز اوصل لمعدل اكتر من كده، فانا لو وصلت المكنة على بلاد فلو 200 عند الترانس ممبرين بريشر اللي هو ال 50 مثلا، هيجيب 60 مللي في الدقيقة. طبعا عند البلاد فلو 300 هيجيب مثلا 80 مللي في الدقيقه. طبعا الكلام ده نظريا، لكن في الواقع هو هيقول لك الماكسيمم بلاد فلو كام. هتلاقي الفلتر الماكسيمم بلاد فلو 100 او يبقى الفلتر مكتوب على ظهره 150 بيبقى على مكتوب الكرتونة عليه. بتاعته. ولو لاحظنا هنلاقي ان احسن فلتريشن الفلتريشن عند ترانس ممبرين بريشر، المفروض كل ما نعلي ترانس ممبرين بريشر الفلتريشن يعلى، بس الكلام ده ليه ليميت. هتلاقي الليميت ده عند ال 70، عند ال 70 هنا هتلاقي البلازما فلتريشن ريت معليش. فاحنا بالتالي لو علينا الترانس ممبرين بريشر مش هنستفيد قوي في الفلتريشن، يبقى اسرع وفي نفس الوقت في ريسك ان يحصل هيموليسيس او رابشر للممبرين. طيب بما ان انا مش عامل مونيتورنج للحاجات دي، فالحاجه الوحيده زي ما اتفقنا اللي هتفرق معايا ان انا اخلي البلاد فلو مش عالي. اللي هنا هو برضو بيبقى كام افريج بيبقى كام في يا حدود دكتور؟ من 100 ل 130، ما يعني نعلاش عن كده. 140 بالكتير في اخر الجلسه. ده برضو فلتر تاني كان اسمه بيلكو، كان مشهور برضو عند البلاد فلو 100. هنلاقي عند الترانس ممبرين بريشر كل ما المكنه تقعد ترفع الترانس ممبرين بريشر ترفع لي الريت بتاع الالترا فلتريشن، بس عند 50 60 ما بيعليش الفلتريشن اكتر من كده. فهي المكنه اوتوماتيك بنحط السقف بتاع الترانس ممبرين بريشر عند 70 مثلا عشان ما يحصلش رابشر، ومش هنستفيد بفلتريشن اسرع من كده. وزي ما قلنا تاني للمره الالف، الشغل التقليدي بتاعنا
عشان نضمن ان التي ام بي ما يعليش، نخلي البلاد فلو على القليل. في المقابل البلاد فلو القليل ده ممكن يعمل لي السيركت تغلط، فهعمل ايه؟ هاخد بالي بقى من الهيبرين اللي انا بديه كويس للعيان. طيب، وده هيفيدني برضو ان البلاد فلو قليل، ان المعدل ريبليسمنت الفلويد هيبقى بطيء، العيان بيفقد نص لتر مثلا كل تلت ساعة. دي سهلة اقدر اعوضها، لكن لو فقد لي لتر في ربع ساعة هعمل ايه؟ مين اللي هيستحمل ان انا اديله لتر بلازما في ربع ساعة؟ هيجي له هتساعدك هتساعدك ديسميا هتساعد تبديل انا وجسمه الاتصال هيبقى 14 سقعان 16 ومش هيقعد يترعش والكلام ده كله. فلما امشي هتساعد بمكنة هتساعدك بطيئة هتساعد تبديل انا ومدي الاتصال انتي 14 كويجوليشن 16 كويس، هضمن ان انا بعمل ريبليسمنت لكميه الثلاثة أربعة لتر على مدار ساعتين مثلا ولا حاجه، ده نسبيا يبقى مستقر العيان ولاحق عليه في الريبليسمنت فلويد، وفي نفس الوقت يكون الترانس ممبرين بريشر اللي انا مش هقيسه بس انا نظريا كده في دماغي عارف ان هو مش هيعلى قوي، وبالتالي ما اتجنب الهيموليسيس والرابشر اوف ممبرين. ده كده باختصار الحته دي كنت عايز اقولها. لو رجعنا بقى ل 10 بوينتس اللي احنا قلنا عليهم بسرعه، لا من غير قطع كلامك يا دكتور محمد، انا فاهمي على قد شويه، أخصائي فانا العظام مثلا رجع عندي للاتصال عيان 16-33، عايزه اعمل له أخصائي 1 العظام بلازما رجع للاتصال فوليوم وزنه 16-33. 100 كيلو، هنقول اديني الكلام ده. اديني بريسكريبشن اكتبه في دكتورة الورقه دكتورة دينا، عشان الايه الاي كيو بتاعي على أخصائي قد. العظام رجع تقبل تمام. الطوارئ، فانا عندي يعني عيان أخصائي العظام عايزه رجع تقبل الطوارئ. دكتورة دينا عايزة تسألني اللي سؤال ان احنا هنكتبه. نعمل محاكاة يعني للي احنا هنكتبه بالظبط. طيب فاحنا اول لو طبقنا الكلام ده في ايوه البريسكريبشن ال10 نقط هنقول الاتي: اول قول حاجه العيان الانديكيشن والفريكونسي اوف سيشن خلاص اتحدد، عارفين ايه ان ده عيان زارع وجاله انتي بودي ميديتد ريجكشن، ودكتور سامح او دكتوره دينا او دكتور احمد او اي حد من الاستشاريين قال والله احنا هنعمل العيان ده فصل بلازما 6 جلسات، الجلسه كل 48 ساعه. خلاص القرار اتاخد في الحاجه دي، واحنا عارفين جه منين وهنرجع له فين في الاسفا جايد لاينز. طيب هنعمل احنا ايه؟ اول حاجه بنعملها ان احنا نطلب لابس سي بي سي اي ان ار اللي هي رقم 3، اطلب تحاليل 1 2 3 الحاجات اللي انا كاتبها دي. اهمهم ايه؟ كالسيوم والبوتاسيوم. كلهم مهمين تمام. بصراحه، او يعني السي يعني بي ما سي عشان تنساهمش. نراجع الهيماتوكريت ونظبط يساعدنا في حسبه الفوليوم، الاي ان ار والبي تي تي عشان الكوجلوبوسي عشان هشوف هدي بلازما ولا البيومين، الكترولايتس عشان تتعوض كويس، الكالسيوم عشان اعوضه عشان ما احصلش هايبوكالسيميا، والالبيومين عشان ابقى عارف برضو ان انا احضر الالبيومين بتاعي 5% او كده. طيب تاني حاجه هحسب كميه السائل اللي انا هسحبها من العيان، يا اما اشوف البادي ويت واضرب في احنا قلنا هو 7% وزنه 100. واضرب 1 ناقص هيماتوكريت. ما هو ال 100 دي هل هو اوبيز ولا هو ماسكولار وطول؟ لو هو مثلا انا جاي هنقول لي عيان افريج بيلت، الراجل اللي هو الولد اللي كان الولد موجود عبد ده، الرحمن، ولد قول عبد 100 الرحمن كيلو. ده هنقول ان هو 100 كيلو بالاوبيزيتي اللي عنده، بس هو عشان طويل شويه هنقول ان هو وزنه ممكن يبقى 80 كيلو اللين بادي ويت. يعني للتسهيل هتخليها 100 عشان الحزب. ما هي 100 عشان الحسبه دي يعني لو هو 120 هتبوظ هتدينا كمية فوليوم كتير على الفاضي. طب قول يعني تعرف احنا عادة تحسبها. احنا طب احنا كنا مثلا الحسبة دي عشان ما لخبطكوش، اللين بادي ويت ده كانوا بيحسبوه في الرعاية على الفنتليتور، العيان لو جاي لي فنتليتور اخصائي اوبيز رجع او تقبيل رجع رفيع للاتصال 16 36 بنحسب الادجاستد ويت او اخصائي البريدكتد رجع ويت تقبيل رجع بالنسبة للاتصال لطوله، 16 زي 36 الحسبة اللي هي كانوا بيحفظوها surface لنا area اللي هو الطول ناقص 100 يديك وزنك المثالي. لا بس هي مش كده قوي، مش كده قوي، بس احنا هنقول ان احنا العيانين اللي هيجوا لنا غالبا وزنهم اللين بادي ويت بعد ما نشيل الاوبيزيتي والفات والكلام ده هيبقى من 70 ل 80 كيلو. لو حد طويل و80. شويه ها هنقول 80، فاحنا 80 هنحسب على 80 في 7% في هيماتوكريت بتاعه طلع 35، يبقى البلازما فوليوم كام؟ 65%، تقريبا. ف 65% من الطول في 7%، طيب تمام، هيطلع لنا رقم، الرقم ده البلازما فوليوم. عشان نريح دماغنا بدل المعادله دي لو انت ناسيها تروح ضارب 40 في ال 80 اللي احنا قلناهم، 40 مللي بير كي جي اللي احنا قلناها تحت دي، من 40 ودي اسهل ل 45 حاجة. دي اسهل حاجه، هنقول 40 مللي بير كي جي على طول عشان طيب نحفظها. ف 40 في 80 يبقى 3200 سم، ماشي تمام، او 3 بيرفكت وربع. فانا دول ال1 بلازما فوليوم، انا هاخد من 1 ل 1 ونص، فالعين ده هفصل له من 3 ونص ل 4. يعني احط كام؟ يعني هنقول مثلا 4 مثلا تمام مثلا يعني، ماشي. فالعين اللي عبد الرحمن ده انا اخر مره فاصل له 4 او 4 ونص كمان احسبها ازاي بقى؟ اهو. ما اعوض هو ازاي؟ 80، هو 80 كيلو في 40 مللي هيطلع 3200، انا عايز من 1 ل 1 ونص الكميه دي، فهنقول ان هي مثلا 1 و3 من 10 هي حوالي 4 او 4 وربع. طب انا دلوقتي عايز احضر 4 لتر من عايز الفلويدز، احضرها لنا بقى هما جابوا لنا اخر مره باختصار كده الالوس. جابوا لنا، لا بلازما، جابوا لنا 15 كيلو بلازما. احسبها احسبها ال كام الو 15 وكم بلا.
طيب ماشي لو هنحسبها بالبلازما فهنشوف ان الاربعة لتر دول هنقسمهم على مثلا 250، على اساس ان الكيس بيبقى فيه 200 ل 300 مللي بلازما 4000 على على 250، 250 فهيدينا 16 16 كيس بلازما. اخر تمام مرة احنا الاوردر طلبناه كان 15، زي ما احنا ايه حاسبين. تمام لو هنحسبها اليمين 5% يطلع كام؟ تمام، فاحنا أربعة عندنا الاربعة لتر هيحتاجوا 5 ازايز البيومين مع 750 صلاين، فهنحتاج 20 ازازة البيومين. تمام، تمام لو انا هفصل 4 لتر، طب لو انا هفصل 3 لتر مثلا، واحنا قلنا البلازما فوليوم بتاعه حوالي 3 وربع، فبرضه ما غلطتش يعني، لو فصلت 3 لتر يبقى انا هفصل 5 ازايز في اللتر، يبقى انا عايز 15 ازازة البيومين. تمام، و750 في 3 من الصلاين، يعني بنتكلم في لتر ونص صلاين. تمام، او يمكن لتر ولترين صلاين تاني. طيب تمام، اوكي طيب لو انا هعمل هوفر شويه عشان خاطر ما عنديش، ما وفروليش الفلوس 15، لا غير الفلوس، ما وفروش 15 وحده بلازما او 16، وفروا لي بس 12 بسيطه. انا ال 12 دول بيمثلوا 3 لتر كولويد، وهستخدم لتر صلاين، فانا كده عملت له البليسمنت ب 4 لتر، بحيث ان انا ايه وفرت شويه في الكولويد، لان مش متوفر لانه غالي لان اي سبب. تمام، بعد كده البريد بتاعنا النوع بنبتدي بلازما ولا اليومين، احنا قلنا حسب الايه قرار الاستشاري او الجدول ده بيقول مين الافضل. انا رايي الالبيومين دي اولويه يعني. تمام، بعد ما نحضر الكلام ده كله هنعمل بريميديكيشن، هندي للعيان ايه، هندي له الافيل والسوليكورتيف اللي احنا متعودين عليهم، بندي قد ايه افيل وقد امبول ايه وامبول سيليكون. امبول تمام وامبول. طيب تمام لقينا العيان بعد كده عنده هايبوكالسيميا، نصلح الهايبوكالسيميا الاول، تحت 8 ونص ادي 3 امبولات كالسيوم جلوكونيت، من 8 ونص ل 9 مثلا ولا حاجه ممكن ندي امبول، فوق ال 9 مش لازم ندي تعويض الكالسيوم، بما ان احنا شغالين بالمبرين سيبريشن الشغل بتاعنا. أخصائي راحت قلبه وصدرك على 19 نطمن ان 18 الريبليسمنت فلويد داخلين فيه أخصائي راحت رينجر. قلبه وصدرك على 19 18 28 لو انا هدي فيه لو انا هدي رينجر يعني وبلازما وكده، هدي كده هضمن ان البوتاسيوم فيه كويس. لو انا هدي قلبي من هحلله على صلاين، يبقى يفضل ان انا احط سنتي صلاين لكل ازازه، اللي هي سنتي السنتي بوتاسيوم سنتي بوتاسيوم لكل ازازه، اللي هي فيها 2 مللي مول، عشان يبقى اللتر فيه 4 مللي مول زي البلازما بالظبط، عشان ما يدخلش في هايبوكالسيميا. وطبعا اي الكترولايت امبالانس او اي الكترولايت تريتمنت يفضل ان انت تعمل مونيتور بعدها، عشان كده تاني يوم قبل الجلسه الثانيه نعمل برضو الكترولايتس تاني، مفيش مانع. طيب الفاسكولار اكسس بنعمل احنا عرض الاوعيه عشان الكتب الدبل اليومن كاسيتر، الهبارين بقى في الهيبارين، الهبوط الهيبارين لو احنا هنعمل يا اما احنا انتراسوليك. مثلا هنشتغل زي ما بنشتغل كليكسان 40 ولا كليكسان 60، او هيبارين هندي زي ما بندي في العيان الدياليسيس، بندي اللي هو امبول 5000 مثلا، وبعد كده كل مثلا نص ساعه ممكن ندي 500 يونت، نحل امبول تاني على 10 سم وندي يعني 5500 يونت كل كده نص ساعه ولا حاجه. بوست افرسس اي في اي جي مش هنطبقه قوي، لان احنا ممكن ندخل بداله بلازما، انت ما ندخل قلتش كليكسان دول. كليكسان دوز 40 او 60 حسب الوزن. تمام، والدايره اللي احنا هنوصل فيها حسب الفلتر، الفلتر عندي جالي زي الفلتر فريزينيس اللي عندنا، وعندي الدايسيف فلتر في المكنه، هوصل ايزوليتد الترا فلتريشن، احط الكميه على الوقت واقعد اتفرج ايه على العيان واديله الفلويدز بتاعته. ما عنديش الاوبشن ده، وطبعا ما عندناش البلازما فليكس بالمره، هنوصل عادي الطريقه التقليديه في الباج كولكشن، ونبقى مراقبين بقى العيان، كل احنا اللي هنقوم بقى بدور مراقبين المكنه، ايه بقى؟ هنراقب الضغط والنبض كل 10 دقائق مثلا، بالكتير قوي كل ربع ساعه، ونراقب الافلوينت او الفلويد البلازما اللي طالعه في العلبه كل 10 دقائق او ربع ساعه جابت كام، نراقب الضغط والنبض والنبض، عشان ايه؟ عشان لو ايه حصل يحصل ايه؟ هايبوتنشن ايوه الضغط هيوطى والنبض يعلى، تمام تمام والعيان يبدأ يدخل في مشاكل. تمام وفي نفس الوقت نراقب كمية الفلويد البلازما اللي خارجة في العلبة، عشان نعوضها، نتأكد ان احنا معوضين مظبوط، ماشيين مع العيان مش العيان سابق. خلصنا جلستنا على خير، وشكرا يا جماعة. شكرا لكم وشكرا لدكتور محمد لو في بقى وأخصائي أمراض حد مجال التسمم حابب شكرا يسأل جدا اي أسئلة احنا تحت امره. أخصائي أمراض مجال التسمم